إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد اليعقوبي. إذن نحب إن شاء الله الرحمن الرحيم الآن بداية درس يعني درس النهايات والتعريف. إذا قبل بداية درس النهايات والتعريف يجب الآن معرفة ما هي النهاية. إذا نحن نعرف أن كل دالة تقبل النهاية، يعني في نهاية في نقطة ما، يعني F تقبل نهاية في نقطة A. إذا وفقط إذا كانت لا ليميت كون إكس تنبغ A دو F دو إكس إيكال واحد العدد L أبارتيان أ R. إذا هنا كنقول بأن F تقبل النهاية في ديك النقطة. إذا نشوفو هنا واش كتبان مزيان. إذا دابا كيفاش نعرفو يعني ما مدى تقبل النهاية؟ حنا نحاولو نترجمو هادي رياضيا، يعني بأن باغ إكزومبل عندنا حنا يمشي باغ إكزومبل، يعني عندنا واحد القاعدة لا ليميت كون إكس تنبغ A ou bien x0 de f de x égale L appartient à R. Idem, cette proposition équivalent à la proposition ouahdara. Yani, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, est-ce qu'il existe le problème lié définition? Est-ce qu'il existe un alpha supérieur strictement à 0 et quel que soit x appartient domaine définition de la fonction f, est-ce qu'on a x moins x0 inférieur à alpha? Et ni l'implication qui implique que f de x moins l inférieur à y. Alors, nous cherchons على هاد الفا هذا إيس كي ليكزيست، يعني كنشيرشيو هاد الفا سي ليكزيست الفا، دونك حنا عندنا اف دي اكس مو ال انفيريور ا ايبسيلون. وحنايا دائما فاش كيعطيو مثلا واحد التمرين فيه التعريف دائما حنا كنبداو بهادي وكنأطرو داك الانترفال اكس مو اكس زيرو انفيريور الفا، ولكن قبل من هاد لي بروبوزيسيون ضروري خصنا نعطيو واحد ديفينيسيون، يعني سوا اف يعني اف ما كتبانش ديفيني، يعني اون فونكسيون ديفيني في واحد الانترفال، ديفيني سو واحد الانترفال اوفير، يعني اكس زيرو موا الفا اكس زيرو بلوس الفا، يعني هنا اكس كينتمي لهاد الانترفال هذا دو سونتر اكس زيرو بيان سور. هنا بما ان حنا عندنا ليميت x تنبغ x0 f دي x إيكال L، يعني النهاية موجودة، بالتالي x0 داخل في الانترفال. ولكن فاش مكتكونش النهاية موجودة كنديرو حنا هاد الانترفال أبار ليليمون x0. ألوغ عفوا عفوا الأخوة الكرام، إذا دابا هاد الكتابة يعني تقدر ما تفهملكمش مزيان، ولكن نقدروا حنا نمشي يعني ندير واحد الشيما ديال واحد لا فونكسيون باش تبان لنا هاد لا فونكسيون، يعني الرسم ديالها والشكل كيفاش يعني كيعنيو هاد ايبسيلون. الوغ حنا غادي ناخدو واحد الشيما، ياك غادي نشوفو اف دو اكس في كاتومبي، يعني فين كاينه، وغادي نشوفو x يعني او لا بارتي. حنا عندنا x، هنا زعما حنا عندنا x ابارتيان ا x0 مع الفا x0 بلس الفا، يعني ناخذ واحد x0 هنايا، ناخذ
alpha et une x0 plus alpha, voilà, à condition que alpha est supérieur strictement à 0. Voilà l'intervalle où x il appartient. Alors, on a fait f de x. On a f de x. يعني نشوفوا شتي كيبان بعدا ماشي ما تيبانش عندنا اكس ابارتيان ا اكس 0 مو الفا اكس 0 بلس الفا اذا هذا هو اكس مي ابارتيان وعندنا اف دو اكس يعني غادي نشوفوا اف دو اكس مو ال انفيريور ا ايبسيلون يعني حنا كنعلموا ان ا انفيريور ا ار امبليك ا يعني ا اونتر مو ار ار يعني f de x entre a y plus l et moins y plus l d'où l'intervalle لكي كتنتمي لي يعني فين كتر هاد لا فونكسيون f اذا غادي نرسمو حنايا غادي نشوفو l باغ اكزومبل هذا هو l ديالنا غادي نشوفو l moins y ها هي l moins y غادي نشوفو l plus y اذا هي l plus y اذا حنا يعني une telle fonction مثلا دايره بحال هكا alors la fonction f quand x tend vers x0 الى هو ان كتشوف par exemple f de x هي tend vers كتلقى هنايا f de x tend vers r هي هذه ميسي حنا كنعتبر داك ايبسيلون حتى هو صغر يعني صغر بزاف يعني صغر يعني تقريبا صفر ماشي حتى هو صفر ممكن نعتبرو هكا و حتى الفا كذلك عندما يقترب اكس من اكس تاعو اذا انا نعطيو التمرين باش تفهموا يعني هادشي مزيان دابا هكا مزيان اذا على بركة الله غادي نشوفو التمرين لي قدام فهمو مثلا عفوا نشوف هنا التمرين مثلا عندنا حنا واحد لا فونكسيون يعني f دو x ايغال 5x موان 3 5x موان 3 الوغ قال لك مونتري بار ديفينيسيون ليميت مونتري كو لا ليميت كون x تان فيغ 1 دو f دو x هادي ما كتبانش حق عندنا f دو x كتساوي لنا 5x ناقص 3 يعني montrer que la limite quand x tend vers 1 ديال f de x يعني montrer par la definition limite égale à 2 alors هنا شنو كيبين لكم بان x tend vers 1 يعني غادي نمشيو نحطو حنا لو كوردوني ديالنا عندنا ماشي كو لي دوني ديالنا x 0 égale à 1 ياك et l égale à 2 نلاحظ ان هنا يعني ان f تقبل النهايه ولكن خصنا نبينوها باستعمال التعريف إذن L égale à 2 appartient à R. إذن شنو غادي نقولو بأن كيل كو سوا هاد الكتابة تعني بأن كيل كو سوا إبسيلون سوبيريور ستريكتومون أ زيرو إي سكيل إكزيست أن ألفا سوبيريور ستريكتومون أ زيرو إي كيل كو سوا إكس أبارتيان أ دي دو إف شاك يعني أ شاك إكس يعني بروش من إكس زيرو هي هادي ألفا يعني إكس تان فيغ إكس زيرو ولا إكس proche de la valeur de x0 implique à la valeur absolue de f de x moins l inférieure à y. Alors finalement, l est 2. Il donne un remplace sur l par 2 ou x0 par 1. Alors, nous avons cette implication et nous avons déterminé alpha. عندنا حنا f دو x موان l انفيريور ا ايبسيلون شوفوا واش باينه هادي f دو x موان مزيان f دو x موان l انفيريور ا ايبسيلون او بيان f دو x موان 2 الوغ حنا غادي نشوفو لا فورمول ديال f دو x شحال هي 5x موان 3 يعني 5x موان 3 موان 2 انفيريور ا ايبسيلون ياك يعني 5x موان 5 انفيريور ا ايبسيلون كيعني هذا بان 5 فاكتور x موان 1 انفيريور ا ايبسيلون فالور ابسولو يعني بان لا فالور ابسولو دي x موان 1 انفيريور ا ايبسيلون سور 5 الوغ فينالمون لقينا حنايا واحد الفالور ابسولو دي x موان 1 انفيريور ا ان سيرتان
alpha. بما ان احنا عندنا quelque soit epsilon supérieur strictement à 0, epsilon peut prendre يعني واحد الفالور telle que epsilon sur 5 égale à alpha. يمكننا نوضعوا هذه لحقاش هو قال لك الشرط الكونديسيون الاول quelque soit epsilon supérieur strictement à 0. Est-ce qu'il existe un alpha? بالفعل il existe un alpha tel que alpha égale à epsilon sur 5. وبالتالي فإن la valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha. إذن هذا هو التعريف. إذن هذه هي الحصة، هذه هي الحصة ديال التعريف. دابا نشوفوا الحصة ديال النهاية، غادي نعطيكم التمارين باش نفهموهم. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش الاشتراك على القناة. شكرا جزيلا على تتبعكم للدرس. إذا أعجبك الفيديو اضغط بزر لايك كما يقول البعض. إذا غادي نحاول إن شاء الله الرحمن الرحيم نتطرق في حاجة واحدة أخرى في زمن آخر إن شاء الله.